سيد يوسف الجنون. نائب الرئيس السيد عبد الواحد الشاعر. نائب الأول. نائب الثاني السيد عبد الواحد الحوال. كما حضرتوا معنا اليوم، اليوم تم هذا الفيصل من العملية الانتدابية والانتخابية ديال المكتب المسير لغرفة طنجة المتوسطية. كما لاحظتوا من خلال الكلمة ديال اليوم، طوينا صفحة من الماضي، صفحة من الممارسة الديمقراطية اللي بطبيعة الحال الضامن ديالها هو جلالة الملك محمد السادس نصر الله، وغادي ننتقلوا إلى مرحلة أخرى، مرحلة ديال العمل لمواجهة التحديات والمشاكل والتصورات والانتظارات ديال المهنيين في المنطقة ديالنا. كما كتعرفوا بلادنا نعم عليها الله بهذه الديمقراطية اللي بطبيعة الحال كان وراها جلالة الملك. هذه الديمقراطية اليوم وصلتنا لهذا الفصل الانتدابي اللي احنا اليوم كرئيس منتخب سوف نكون ان شاء الله رئيس ديال الجميع. غادي نطويو الصفحة ديال الماضي، غادي نفتحوا صفحة جديدة ونحاولوا نشتغلوا في هذه المؤسسة كما اشتغلنا دائما بالإجماع خلال سنوات عدة. فأنا أترأس هذه الغرفة منذ 2009 إلى يومنا الآن، ونرجو الله عز وجل أنه بالمساعدة ديال الإخوان المنتدبين المكتب المسير سواء اللي في المكتب ولا اللي خارج المكتب، كما عرفت الغرفة دائما أنه يكون واحد العمل دؤوب، واحد العمل منصهر مع وزارة الصيد البحري للانتقال من أليوتيس واحد إلى أليوتيس جوج إن شاء الله. وفي هذه المناسبة هذه يمكن لي إلا نشكر جميع الأعضاء ديال الغرفة سواء اللي صوتوا علينا واللي ما صوتوش علاش، لأن الديمقراطية هذا حالة هناك فائز وهناك منهزم. فاليوم كنظن الوقت حان باش نستمروا في الأشغال ديالنا، نستمروا في البحث على حلول الهموم ديال الممثلين ديال المهنة على جميع النفوذ الجغرافي ديال الغرفة. وانتم كتعرفوا أن الغرفة طنجة المتوسطية كتطلل أولا على البحر الأبيض المتوسط واللي هو بحر مشترك سوتيمير بارتاجي للمشاكل ديالو، ما كتحلش على الصعيد الوطني وإنما خصها مجهود وطني ومجهود دولي. ثانيا انه حنا كنزخروا واحد المجموعه ديال الثروات السمك اللي هي سمك عابر واللي هي القوانين ديالها ليس قوانين يعني مغربيه محضه وانما تخضع لقوانين دوليه، وبالتالي هاد الميزه وهاد الخاصيات تستدعي منا عمل دؤوب بشراكه مع الوزاره الوصيه ومع الاخوان المهنيين باش نواجهوا هاد الصعاب اللي كتنتظرنا. هي عمليه جد معقده، مسؤوليه جد كبيره، وانا كنظن على انه من خلال الكلمه اللي لقينا على الاخوان والردود الفعل ديالهم تبين على انه فعلا طوينا هاد الصفحه ديال الماضي، خصنا نشوفوا المستقبل. المستقبل هو الدفاع على المصالح ديال المهنيين في المنطقه. ما عشنا في المرحله السياسيه انتخابات ديال 2009، وعشنا انتخابات ديال 2012، وعشنا انتخابات ديال 2015، وما تنساوش انني في 2015 كنت تقدمت باللون العداله والتنميه، وكانت الاصاله والمعاصره الاخوان ديال الحسيمه تقدموا الاصاله والمعاصره، ومع ذلك تحالفنا وكان هناك تصويت بالاجماع. فهاد الخاصيه اللي عشنا في هذه المرحله هذه فعلا خص التفكير بها بجديه وعمق، لان احنا هنا في الغرفه كانت غالبا ما المهنيه هي اللي كانت كتغلب وليس الانتماء السياسي. فعلا الانتماء السياسي له حقوقه، له واجباته، يجب احترامه الى غير ذلك، ولكن كتطغى علينا يعني المهنه. دونك خصنا قراءه متانيه ما بين الانتخابات ديال 2015 كيف تمكننا اننا نكونوا يعني نجوزوا الامور بسلاسه مع الاسره المعاصره، وهذه المرحله اللي عشناها. هذا خصو تفكير عميق من طرفين، من الطرف ديالنا ومن الطرف الاخر، واش فعلا يعني شد الحبل خصو يوصل لهذا المستوى هذا هو، او لا خصنا نوقفوا في مفترق الطرق باش ناخذوا او كيف كيقول مثلا نشدوا العصا من الوسط، نكونوا شويه مرنين، لان احنا شعب مرن، شعب متخلق، شعب عنده يعني هذا شعب عريق، المسائل ديالو دائما ما كتمشي بالتي هي احسن باش نوصلوا لما هو افضل لنا جميعا. كنظن الالتحاق ديالنا بالاتحاد الاشتراكي سوف يكون له وقع ايجابي، لانه الاتحاد الاشتراكي حزب كبير، حزب عريق، حزب وطني، جميع الاحزاب المغربيه احزاب وطنيه.
اللي كيضمن استقرار في هذه البلاد هو جلالة الملك. وبطبيعة الحال حتى واحد ما كيختلف على هذه النقطة هذه، هي سواء أحزاب أو جمعيات أو أفراد أو أشخاص، وهذا اللي كيعطي القوة لبلادنا وكيجعلنا بلد يعني قوي في موقع جغرافي متميز، في موقع جغرافي استراتيجي. والخطاب الملكي آخر كان واضح، وكانت فيه مجموعة ديال الإشارات اللي هي واضحة أنه المغرب يتغير، وحنا تحنا خصنا نتغيروا داخل المؤسسة ديالنا، نكونوا أقوياء، نكونوا متنافسين، ولكن نكونوا شرفاء، وتكون المصلحة العليا للبلاد هي الأولى والأخيرة. قلنا في الكلمة ديالنا أنه شاءت الظروف أن التركيبة ديال المكتب تكون في هذا الشكل هذا، هو لأسباب متعددة يعلمها الطرف الآخر ونعرفها نحن. كنا نود أن يكون هناك إجماع، لم يكن إجماع، انتهى هذا الشوط من العمل الديمقراطي والتنافسي اللي وصلنا هذه النتيجة هذه. نحن سوف نعمل مع الجميع، مع جميع الأحزاب، مع جميع الأعضاء، سواء كان منتمي، كان في الأحرار، كان في اتحاد الشرعي، كان في استقلال. تشكيل المكتب اعتز هذا النوع هذا واعتز التركيبة هذه، ولكن احنا سوف نعمل مع الجميع. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.